أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. بحث وزير النفط جبار اللعيبي مع شركة شل النفطية سبل تطوير قطاع الغاز في العراق. وقال مصدر في الوزارة إن وزير النفط اللعيبي استقبل مدير شركة شل في العراق ماركوس أنتوني والوفد المرافق له لبحث التعاون الثنائي وتطوير قطاع الغاز في العراق. أعربت حركة التغيير الكردية عن استغرابها من إصرار حكومة كردستان على اتباع نظام الادخار رغم إرسال بغداد رواتب موظفي كردستان كاملة. وطلبت الحركة أربيل بالكشف عن الواردات الداخلية وواردات النفط والعقود وفحوى الاتفاق المبرم مع الحكومة في بغداد. قدمت شركتي أجيليتي الكويتية وفرانس تيليكوم أورانج الفرنسية دعوى قضائية ضد مسؤول كردي وثلاث مدراء من شركة اتصالات الهاتف المحمول العراقية كورك. وقالت شركة العراق للاتصالات أنها ستقاضي سيروان بارزاني وثلاثة مدراء أحدهم عبد الحميد عقراوي الرئيس التنفيذي لصدى للتكنولوجيا وهي شركة تعمل لصالح شركة عراق سيل المملوكة من قبل سيروان بارزاني. وأضافت شركة العراق أن بارزاني تسبب في قيام كورك بعقد صفقات مع شركة عراق سيل أدت إلى اختلاس واضح لعشرات الملايين من الدولارات. أعلن نائب ناظم الساعدي عن قرب استضافة مسؤولي وزارة الاتصالات لمعرفة أسباب تلكؤ خدمة الإنترنت في العراق. وقال الساعدي إن الوزارة أبلغتنا بوجود عطل في الكابل البحري وبأن المشكلة ستحل، لكن ذلك لم يحدث وما زالت الخدمة متردية ومتلكئة رغم مرور قرابة شهرين. هذا ويشكو المواطنون في العراق من سوء خدمة الإنترنت منذ مطلع العام الحالي، بينما تعزو وزارة الاتصالات الأمر إلى مشاكل فنية. أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر شباط الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط إن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم السنوي والشهري لشهر شباط الماضي 2018 على أساس جمع البيانات ميدانياً عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة. أعلنت السفارة اليابانية في العراق تقديمها قرض لإنجاز مشروع في محافظة ذي قار. وقالت السفارة في بيان لها إن سفير اليابان لدى العراق فوميو إيواي زار منطقة الشرق الغراب في محافظة ذي قار لمتابعة إنجاز مشروع قرض الين الياباني. وأضافت السفارة أن كلفة المشروع تقدر بتسعة ملايين وأربعمائة وأربعة عشر ألف دولار عن طريق تنصيب محطات الضخ. كشفت اللجنة الزراعية في محافظة ذي قار عن تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي. قال رئيس اللجنة عادل الدخيلي إن ذي قار من أكثر المحافظات تضرراً من شح المياه والارتفاع غير المسبوق من درجات الحرارة، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها من المحاصيل الزراعية بنسبة 37%. انتقل مشاهدينا الكرام لمتابعة أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.